نائب رئيس الوزراء يدعو إلى استمرار الجهود لتخفيف آثار أسراب الجراد في البلاد. الاتحاد الأفريقي يسعى لجمع التبرعات للمساعدة في آثار كوفيد-19 في أفريقيا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار، أقدمها لكم كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي من أديس أبابا. دعا نائب رئيس الوزراء دمك مكنن إلى مواصلة الجهود للتخفيف من آثار الجراد الصحراوي المدمر والذي يجتاح مناطق واسعة في إثيوبيا منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري. وناقش المؤتمر الثامن للمجلس الأعلى لتنمية النهر الذي عقد في أديس أبابا حول التهديدات المحتملة التي تواجهها البلاد بسبب الفيضانات وأسراب الجراد وتفشي ورد النيل. وأشاد نائب رئيس الوزراء الذي ترأس المؤتمر إلى أن أسراب الجراد قد عمت أجزاء واسعة من البلاد وتسببت في أضرار كبيرة في المحاصيل الزراعية. وسلط نائب رئيس الوزراء الضوء على الجهود المتعددة الأوجه الجارية للحد من أسراب الجراد. وقال نائب رئيس الوزراء أن الاستعدادات جارية لجلب طائرات رش إضافية تشارك في مكافحة هذه الآفة. كما دعا نائب رئيس الوزراء دمك مكنن جميع أصحاب المصلحة إلى المساهمة بحصتهم وتكثيف جهودهم لمنع انتشار الجراد. ومن ضمن جهود الحكومة للمشاركة في هذه التحديات ستعمل على وضع البحوث والدراسات كحل دائم لهذه التحديات والمشكلات. أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن إعادة 993 مهاجراً إثيوبياً إلى البلاد من 3 دول أجنبية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية السفير دينا مفتي في المؤتمر الصحفي أن 953 من المهاجرين الإثيوبيين قد تم إعادتهم من المملكة العربية السعودية، وخمسة من تنزانيا، و35 من جيبوتي. وشدد على أهمية إعادة المواطنين المحتجزين والذين يعانون من أوضاع سيئة في المحتجزات. وأشار دينا مفتي إلى أن حكومة إثيوبيا ملتزمة بالعمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة من أجل حماية وإعادة المواطنين الذين يواجهون أوضاعا صعبة في المهجر. وأضاف السفير دينا في بيانه بأن الوزارة الخارجية قامت بأنشطة دبلوماسية مثمرة خلال الأسابيع الماضية، من بينها زيارة الوفد الإثيوبي برئاسة وزير الخارجية جدو أندركاتشو إلى السودان، كما أجرى وزير الخارجية في الفترة ذاتها مباحثات مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. وشارك وزير الخارجية الإثيوبي في الدورة العادية 37 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. أكد مجلس الانتخابات الوطني الإثيوبي عن إتمامه للاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقالت مديرة مكتب الاتصالات في المجلس سوليانا شيمالس إنه تم في القيام بالاستعدادات اللازمة والتي من شأنها أن تساعد في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية. وأوضحت سوليانا بأنه تم الانتهاء من حوالي 90% من الاستعدادات، وسيقوم المجلس بتنفيذ نسبة 10% المتبقية حتى يوم الانتخابات. وشملت الاستعدادات إعداد صناديق الاقتراع واستمارات تسجيل الناخبين ب5 لغات، بالإضافة إلى ما يقرب من 51,000 مركز للاقتراع. وسجل المجلس الانتخابي الوطني 78 حزبا للمنافسة في الانتخابات العامة، ومن المتوقع أن يدلي أكثر من 50 مليون شخص بأصواتهم في تلك الانتخابات. تم بدء برنامج لمكافحة مرض الملاريا يدوم أسبوعا في ولاية جامبيلا والتي يتفشى فيها الملاريا خلال هذا الموسم.
وبهذه المناسبة قال رئيس الولاية السيد أكاي أبوتي إن الملاريا تعتبر إحدى المشكلات التي تواجه الولاية، حيث تسبب في مشاكل صحية جمة على المجتمع خاصة خلال فصل الشتاء، مما يضع ضغوطا جسيمة على التنمية الزراعية وحتى المجتمع إلى الوقاية من الملاريا من خلال تطهير مناطق تكاثر البعوض وغيرها من الإجراءات الوقائية. ومن جانبه قال رئيس مكتب الصحة بالإقليم بأنه يعمل بالتعاون مع وزارة الصحة الفيدرالية ومنظمات داعمة أخرى لمكافحة الملاريا في الإقليم. قدم نائب رئيس ولاية جنوب إثيوبيا السيد ريستو راجو والوفد المرافق له ويتكون من كبار المسؤولين في الولاية بزيارة ميدانية لمختلف المشاريع التنموية الجارية في منطقة كفا بولاية إقليم شعوب جنوب البلاد. كما زار الوفد سلالات الأغنام المحسنة في منطقة بونغا وغابات الخيزران الطبيعية وحقول القمح، وقال سكان المنطقة بأنهم استفادوا كثيرا من نبات الخيزران خاصة لمختلف الأعمال اليدوية، وأنهم سينقلون هذه المهنة التاريخية إلى الأجيال القادمة، وأنهم مهتمون بالاستفادة من هذا القطاع من خلال إضافة المدخلات لاستخدامها في الأثاثات المنزلية التقليدية وغيرها من الأعمال اليدوية التي تستخدم لتزيين المنازل. وأشاد السيد ريستو سكان المنطقة الذين قاموا بهذه الأعمال التنموية في المنطقة، مؤكدا بأن الولاية ستدعم مثل هذه الأعمال بكل الوسائل الممكنة. أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية عن تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بالكوفيد-19 ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 88,434 حالة. وذكرت الوزارة بأن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 6,548 شخصا خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت إلى أن عدد المتعافين من فيروس الكورونا في إثيوبيا وصل إلى 42,098 حالة بعد تسجيل حالة شفاء 471، فيما سجلت البلاد 1,346 حالة وفاة بعد تسجيل 9 حالة وفيات جديدة بفيروس الكوفيد-19 في البلاد. يعتزم الاتحاد الإفريقي عقد ندوة افتراضية في 24 من شهر أكتوبر الجاري لجمع التبرعات والمساهمات من القطاع الخاص الإفريقي والشركاء العاملين وغيرهم من أصحاب المصلحة من أجل ضمان قدرة القارة على الاستجابة بفعالية لأزمة الكورونا العالمية الغير مسبوقة. وتعد الندوة عبر الفيديو كونفرنس جزءا من برنامج الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي بصندوق الاستجابة للكوفيد-19 في الاتحاد الإفريقي. وحتى الآن تم جمع نحو 44 مليون دولار، ويحتاج إلى مساعدة لجمع 300 مليون دولار أمريكي للمعالجة الفورية لآثار الكوفيد-19 في جميع البلدان الإفريقية وتعزيز قدرة مركز السيطرة على الأمراض والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة في جميع أنحاء القارة ودعم شراء وتوزيع الإمدادات الطبية الأساسية للكوفيد-19. وسيشارك في المؤتمر لجمع التبرعات كل من رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوسا ورؤساء الدول الإفريقية الأخرى. أعزائنا المشاهدين، بهذا ننتهي من تقديم هذه النشرة، حتى نلتقي بكم في لقاء مماثل، نرجو لكم أطيب الأوقات.